السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أننا نحب السيارات، فاليوم اخترت لكم موضوع صراحة مهم كثيرا في عالم السيارات، واللي هو حلبة نيربرغرينغ. قبل ما نتحدث عن هذه الحلبة، أصل تسمية نيربرغرينغ هو ينقسم إلى قسمين: نيربرغ، واللي هي المدينة التي تقع عليها هذه الحلبة، أما غرينغ بالإنجليزي يعني الحلقة أو الخاتم، فمن هنا أتى اسم هذه الحلبة. بالألمانية تنطق نيربرغرينغ على ما أظن. طبعا تقع هذه الحلبة بولاية راينلاند في ألمانيا، بنيت بشكل مبدئي سنة 1925 ميلادي، وبعد ذلك بدأ تطويرها، كانت لها العديد من المضامير. حاليا اتخذوا مضمار واحد وبشكل رئيسي، ويسمى هذا المضمار بالجرين هيل. يمتد هذا المضمار مسافة 20.8 كيلومتر. اشتهرت هذه الحلبة بالعديد من السباقات، والذي يعتبر أشهرها سباق الفورميلا 1، وأيضا سباقات التحمل، منها سباق 1000 كيلومتر، وأيضا سباق 24 ساعة. حاليا غالبية الشركات اتخذت نيربرغرينغ حلبة أساسية للكشف عن قدرات سياراتها، وهذا راجع لأن الحلبة تمتلك العديد من التضاريس، منها الطرقات المستقيمة، المنعطفات، وأيضا المناورات، للكشف عن ثبات وقدرات سياراتها على التوازن. ولذلك اليوم جايب لكم أفضل 10 أرقام حققتها سيارات ذات إنتاج تجاري. حطوا سطرين على ذات إنتاج تجاري على هذه الحلبة، لأنه يوجد العديد من السيارات الأخرى ليست بذات إنتاج تجاري، وأيضا مثل سيارات الفورميلا 1 فيها سيارات سريعة، فحاطينها على جنب. راح نتحدث فقط عن سيارات ذات إنتاج تجاري. نبدأ بالمركز العاشر، واللي يرجع للليكزس LFA. طبعا هذه السيارة تمتلك محرك V10، يعني 10 سلندر على شكل حرف V، يولد قوة 563 حصان. رقم هذه السيارة كان في سنة 2011 7 دقائق و14 ثانية و64 جزء من الثانية. ثم بعد ذلك تأتي بورش 911 جي تي 3، لديها محرك يولد قوة تقارب 500 حصان، تحديدا 493 حصان. في سنة 2017 حققت هذا الرقم، واللي هو 7 دقائق و12 ثانية و7 أجزاء من الثانية. ثم في المركز الثامن تأتي دودج فايبر SR، لديها قصة كبيرة. حاليا في سنة 2017 يوجد فريق اهتم بدودج فايبر واختاروا لها سائق خاص. طبعا السيارة تأتي بجير عادي فقط ودفع خلفي، فهي حاليا افتكت منها سيارة مرسيدس AMG GTR، هذا اللقب، يعني أسرع سيارة دفع ثنائي خلفي على حلبة نيربرغرينغ. طبعا الدودج فايبر هذه SRT 10 SR أكيد، لديها محرك V10 يولد قوة 600 حصان. بالتوقيت هذه السيارة على حلبة نيربرغرينغ كان في سنة 2011، وكان توقيتها 7 دقائق و12 ثانية و13 جزء من الثانية، لكن يوجد دودج فايبر أخرى حققت رقم أفضل من هذه، إن شاء الله راح نفصل فيها ذات يوم. بعد ذلك تأتي جومبرت أو جومبرت أبولو سبورت سنة 2009. طبعا هذه السيارة من شركة ألمانية لجومبرت. شركة جومبرت معلومة سريعة، كادت أن تفلس في سنة 2004 على ما أعتقد، جاءها رئيس شركة أودي أو ما شابه ذلك، وحاول أنه يرجع الشركة. رجعت الشركة للإنتاج التجاري بسياراتها، معروفة تصنع سيارات يعني جدا فاخرة ورياضية. كان لديها محرك V8 توين تيربو أكيد، هذا المحرك يولد قوة 710 حصان. توقيت هذه السيارة على حلبة نيربرغرينغ كان 7 دقائق و11 ثانية و57 جزء من الثانية.
ثم في المركز السادس تأتي مرسيدس اي ام جي جي تي ار، هذه اللي قلت لكم افتكت اسرع سيارة دفع ثنائي خلفي على حلبة نيربرغرينغ، لكن تمتلك ناقل حركة اوتوماتيكي، لها محرك 8 سلندر على شكل حرف في، توين تيربو 4 لتر يولد قوة 503 حصان. طبعا هذه السيارة حققت الرقم في سنة 2016، رقم هذه السيارة 7 دقائق و10 ثواني و92 جزء من الثانية. في المركز الخامس تأتي نيسان جي تي ار نيزمو، تم اختبار هذه السيارة قبل ما تدخل خط الانتاج التجاري وكانت في سنة 2015، تمتلك السيارة محرك في 6 3.8 لتر سعة المحرك يولد قوة 600 حصان. في سنة 2015 تم اختبارها وحققت رقم يقدر ب 7 دقائق و8 ثواني و69 جزء من الثانية. ثم بعد ذلك تأتي في المركز الرابع لامبورغيني افنتادور بالنسخة الاس بي، تعتمد هذه السيارة على محرك في 12 سعة 6.5 لتر يولد حوالي 740 حصان. طبعا توقيت هذه السيارة كان مميز جدا، كان 6 دقائق و59 ثانية و73 جزء من الثانية. في المركز الثالث تأتي بورش 918 سبايدر، هذه السيارة أيضا من السيارات المميزة والمميزة جدا في أسطول سيارات بورش، لديها محرك يولد قوة حوالي 875 حصان. ليش ما تعطي القيمة بالضبط للمحرك؟ لأنه اللي اختبروا السيارة وجدوا لديها قوة فلانية أو قوة محددة، الشركة أعطت قوة محددة، يمكن ظروف الحلبات وأيضا إطارات السيارة وأيضا السائقين يختلفوا في إنتاج القوة الكلية للمحرك وأيضا في تحويل ما بين الحصان الأوروبي والحصان الأمريكي، فيأتي دائما اختلاف بسيط جدا. طبعا هذه السيارة أيضا حققت رقم مميز واللي هو 6 دقائق و57 ثانية. أما في المركز الثاني واللي تعتبر في المركز الأول لأنها تحتوي على محرك احتراق ليس على محرك كهربائي، واللي هي لامبورغيني هوراكان بيرفورمانتي واللي تم اختبارها مؤخرا، تعتمد هذه السيارة على محرك V10 سعة 5.2 لتر يولد قوة 631 حصان. أما بالنسبة للمركز الأول واللي تحتله سيارة ذات إنتاج تجاري لكن كهربائية واللي هي من شركة نيون الصينية، اسم السيارة بالكامل نيكست أي بي نيون إي بي 9. هذه السيارة هي من إنتاج شركة صينية لكن الكثير لا يضعها في المقارنة لأنها سيارة كهربائية وأيضا عليها نظام القيادة الذاتية. طبعا هذه السيارة مثل ما حدثكم هي سيارة كهربائية. أما بالنسبة لرقم هذه السيارة واللي هو يعتبر الأسرع من بين كل السيارات اللي ذكرناها، 6 دقائق و45 ثانية و9 أجزاء من الثانية. ايضا يوجد بعض السيارات الاخرى المميزة على هذه الحلبة، فقط اكتفيت بهذه السيارات اللي هي ذات انتاج تجاري. اذا عجبكم الموضوع عادي جدا، في الايام القادمة ان شاء الله راح ندقق اكثر في الموضوع، نجيب سيارات اخرى لها ارقام مميزة على هذه الحلبة. فهذا اللي كان عندي اليوم، اشكركم على المتابعة. اذا كنت جديد على قناتي لا تبخل علي بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب. وكالعادة نختم هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دمتم في رعاية الله وحفظه.